أخرى مع هذه الانطلاقة، انطلاقة الشوط الثالث عشر الخاصة بفهد القعدان. اللقاية المهجنات الأصايل مسافة الخمسة كيلومترات الحاضرة معنا هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نسير مباشرة إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى الانطلاق الأول. الكايد محمد بن مبارك بن سعيد المهيري من يقدم لنا الكايد على المركز الأول، الكايد على الصدارة الأولى، بينما النقلة القادمة إلى المركز الثاني نتابع المتسلل في هذه اللحظات مياس السيد هادف بن حمد بن عفصان المنصوري من يقدم لنا مياس المتسلل على الصدارة الأولى، بينما المركز الثالث الوصول والانطلاق من مغامر محمد بن غلام الله بن نوح البلوشي من يقدم لنا مغامر على مستوى المركز الثالث، بينما المركز الرابع القدوم مع معرض السيد سريم بن مسلم بن قنزول العامري وصل على المركز الرابع. المركز الخامس القدوم مع مشعل السيد سلطان بن محمد الخميس البادي، والمركز السادس نتابع القادم المتحد سعيد بن حمد بن سعيد العامري من يقدم لنا انطلاقة المتحد على المركز السادس، بينما المركز السابع نجد سالم بن مخيت السم المنصوري من بدأ بالتقدم وبدأ بالانطلاق، والمركز الثامن متعب لسيد راشد بن غانم بن مسفر المنصوري القادم شعار بالقوبع في هذه اللحظات، ومن الجانب الايمن شعار المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من بدا يتقدم في هذه اللحظات ويعلن عن حضوره المميز. المركز التاسع الوصول مع متعب احمد بن علي بن سلطان السبوسي، والمركز العاشر نختم بالنداء والضاح محمد بن نابت بن محمد بن خيله قادما على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذا الشوط. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى الانطلاق الأول بن عفصان بن عفصان مسيطرا على مجريات وتحديات هذا الشوط مع مياس هادف بن حمد بن عفصان المنصوري، والمركز الثاني نتابع الوصول مع المتحد سعيد بن حمد بن سعيد العامري من يقدم لنا المتحد الواصل على المركز الثاني، والمركز الثالث شعار المهيري محمد بن مبارك بن سعيد المهيري من يقدم لنا الكايد، الكايد المركز الرابع مشعل القادم السيد سلطان بن محمد الخميس البادي من يقدم لنا انطلاقة مشعل، والمركز الخامس متعب لسيد راشد بن غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري وصل وتقدم. المركز الخامس مشاهدينا متابعينا الكرام هنالك مشعل سلطان بن محمد بن خميس البادي، والمركز السادس القادم نجد سالم بن بخيت بالسم المنصوري من يقدم لنا نجد، والمركز السابع وتابع هنالك المفتي السيد حمد بن محمد بن الهويمل العامري مع انطلاقة المفتي، وايضا شعار السبوسي مع متعب احمد بن علي بن سلطان السبوسي قادما ويقدم لنا انطلاقة متعب، ايضا القدوم هنالك مع ابو البنادق سعيد بن راشد بن سعيد بن عبيد الخاطري، والمركز التاسع القادم مداهم سهيل بن الرملي بن محمد العامري من يقدم لنا انطلاقة مداهم. المركز العاشر مغامر السيد احمد بن عبد الله بن الطير العامري على المركز العاشر، ولكن العوده الى الصداره، العوده الى الانطلاق الاول والى التحديات الاولى والكيلومتر الاخير. يا بن عفصان ينطلق على المركز الاول، ينطلق مع انطلاقه مياس، مياس على الصدارة، هادف بن حمد بن عفصان المنصوري مسيطرا على مجريات وتحديات هذا الشوط على المركز الأول، على الانطلاق الأول والتحديات الأولى بالقوبع قادم.
على مستوى المركز الثاني مع متعب راشد بن غانم بن مسفر بالقوبع المنصوري. وايضا شعار السبوسي بدا يتقدم، بدا ينطلق مع تواجد متعب في هذه اللحظات. والواصل هنالك مغامر احمد عبد الله بن الطير العامري. يا سلام على هذه التحديات المميزه، جوله التحديات، جوله الاوامر. الله الله، بالطير بالطير بالطير، يغير الامور في جوله التحديات. بسم الله ما شاء الله على هذه الانطلاقه الكبيره. مغامر احمد بن عبد الله بن الطير العامري ما شاء الله تبارك الله على هذه العروض المميزه وهذا الاداء الكبير. يا سلام ما شاء الله، راعي الغزال طار من عاصمة ميادين السباق بهذا الأداء الكبير. مغامر أحمد بن عبد الله بن الطير العامري، تهانينا والناموس لحظات وصوله إلى خط النهاية. بينما المركز الثاني وصل مياس هادف بن حمد بن عفصان المنصوري، والمركز الثالث متعب راشد بن غانم بن مسفر بالقوبع، والمركز الرابع وصل الكايد محمد بن مبارك بن سعيد المهيري، والمركز الخامس وصل على خامس تحديات الغاز محمد بن سالم بن سهيل العامري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط، وشاهدنا العروض المميزه وشعار بالطير من حضر في الامتار الاخيره. تهانينا والناموس والتوقيت الزمني. لحظات التوقيت الزمني، توقيت مغامر 7:35 8 أجزاء من الثاني. تهاني والناموس لمالك مغامر احمد بن عبد الله بن الطير العامري، تهاني والناموس. بينما المركز الثاني كان الوصول بتوقيت زمني 7 دقائق لحظات الوصول، لحظات الفوز والانتصار 42:09 من الثاني. تهاني والناموس لمالك مياس هادف بن حمد بن عفصان المنصوري، والمركز الثالث 7:43.